السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بدر المطيري، اليوم في هذا الفيديو بستعرض لكم واحد من افضل كروت الشاشة من انفيديا اللي تم الاعلان عنها مؤخرا والمقدمة من شركة زوتاك، الزوتاك جي فورس ار تي اكس 2060 سوبر امب اكستريم، بصراحة الاسم جدا طويل، طبعا كرت الجي فورس ار تي اكس 2060 سوبر مبني على نفس معمارية الكرت السابق الار اكس الفين اللي هي التورينغ ولكن عندنا ثلاث تحسينات مهمة حطتها انفيديا في كرت الRTX اكس الفين سوبر ألا وهي زيادة الفيرام وزيادة الكلوك سبيد وأخيرا زيادة الكودا كور هذه التحسينات الجوهرية ساهمت بصوره كبيره في زياده اداء الكرت الشيء اللي انعكس بصوره مباشره على زياده معدل الفريمات خاصه اذا كان عندك شاشه بمعدل تحديث عالي مثل 144 هرتز او 240 هرتز وكنت من هواه العاب الوان بيرسون شوتر مثل فورتنايت وببجي وغيرها نتكلم في البدايه عن التصميم هذا الكرت يجي بمشتت حراري معدل مقارنه مع كرت الفاوندر اديشن من انفيديا وكحجم يعتبر ضخم مقارنة مع الفاوندر اديشن فطول الكرت 31 سنتيمتر والسماكة 5.7 سنتيمتر يعني يحتاج 2.5 سلوت فتأكد ان حجم الكيس عندك تناسب هذا الكرت اما من ناحية التبريد عندنا ثلاث مراوح بحجم 90 ملم مع إشراود أو غطاء بلاستيكي باللون الأسود الكامل بالإضافة إلى وجود باك بليت معدنية تغطي البي سي بي بالكامل وبنفس الوقت تساهم في تشتيت الحرارة ولو نلاحظ كمية الشفرات المعدنية تحت الإشراود الممتدة 4 إلى 5 سنتيمتر تقريباً عن البي سي بي وهذا الشي راح يساهم بصوره كبيره بتشتيت الحراره بشكل افضل طبعا اللي عجبني بالكرت انه مناسب جدا لاي لون تجميعه لان ما في اي لون اضافي غير اللون الأسود أما بالنسبة لإضاءة الـ RGB فهي مقتصرة فقط على شعار زوتك جيمنج وللعلم معدل الطاقة أو دي TDP في هذا الكرت 175 واط مقارنة مع 160 واط في كرت الـ 2060 العادي وبالتالي عندنا منفذين للطاقة 6 و 8 بن أما من ناحية المنافذ فالحمد لله تم إزالة منفذ في DVI وصار عندنا ثلاث منافذ ديسبلاي بورت ومنفذ HDMI 2.0 طيب ننتقل للمواصفات الفنية عندنا الكودا كورز 2176 والبيسك كلوك 1470 ميجا هيرتز يوصل معاك لغاية 1710 ميجا هيرتز بوست كلوك والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت في رام من نوع الجي دي دي ار 6 بسرعة 14 جيجا بيت بالثانية وطبعا ما ننسى الريت ريسنج او تتبع الاشعة اللي تميز كروت الار تي اكس من انفيديا بلا منازع لحد الان. ننتقل للشيء الاهم اختبار اداء هذا الكرت على جهاز الالعاب اللي معانا واللي بيظهر لك مواصفاته على الشاشه، طبعا الدقه المستخدمه هي 1080 بي بحكم منها الاكثر انتشارا. نبدا مع 3 دي مارك تايم سباي عندنا معدل التقييم العام 8995 نقطه وهذا رقم جدا محترم، اما تقييم كرت الشاشه 8908 ولو نلاحظ ان سرعه الكرت القصوى 1750 ميجا هيرتز اللي هي اعلى من البوست كلوك وهذا شيء ممتاز اما درجه حراره الكرت اثناء الاختبار تقريبا بالستينات وما تعدتها ننتقل للالعاب ونبدا مع لعبه جي تي اي 5 ومثل ما تلاحظون هذه اعدادات اللعبه تقريبا كل شيء على اعلى اعدادات معدل الفريمات بصراحه ممتاز فوق ال100 فريم ويوصل الى 125 فريم واحيانا في بعض الخرائط الثقيله فوق ال85 فريم فبشكل عام أداء الكرت يعتبر ممتاز ننتقل للعبة فورتنايت على أعلى إعدادات اللي هي ومثل ما تلاحظون معدل الفريمات فوق 100 فريم مرتاح وأحيانا يوصل إلى مية فريم يعني اقدر اقول لك اذا كنت من هواة هذه اللعبه راح تستمتع بهذا الكرت اما درجه حراره الكرت نقدر نقول ثابته على ال60 درجه مئويه ننتقل للعبه وورد وور زي فابدا ما عندنا اي مشكله معدل الفريمات تقريبا فوق ال100 فريم مرتاح على اعلى اعدادات والامور كلها بالسليم اما حراره الكرت ما تعدت ال54 درجه مئويه ننتقل للعبه كول اوف ديوتي مودرن وورفير وهذه الاعدادات واكيد مع تفعيل خاصيه الري Racing. و اشوف جمال اللعبه مع خاصيه تتبع الاشعه ومعدل الفريمات تقريبا من 85 فريم وانت طالع ويوصل إلى 120 فريم حسب كمية التفاصيل والمكان اللي انت فيه أما حرارة الكرت ما تعدت 56 درجة مئوية يا جماعة بكل أمانة أداء الكرت فاجأني على دقة 1080 بي أخيرا عندنا لعبة من العيار الثقيل Red Dead Redemption 2 وهذه هي الإعدادات اللي استخدمتها أغلبها على الألترا والدايركت X12 معدل الفريمات فوق الـ 60 فريم مرتاح ويوصل احيانا الى 85 فريم وهذا شيء جدا ممتاز على هذه اللعبه القويه، اما حراره الكرت جدا ممتازه ما تعدت ال 57 درجه مئويه. ختاما راي بكرت الزوتاك جي فورس ار تي اكس 2060 سوبر امب اكستريم، بصراحه كرت جدا ممتاز ويقدم لك مواصفات جدا عاليه واداء جدا عالي بالاضافه الى تصميم يعتبر جدا كلاسيكي وباللون الاسود الكامل. يعيبه حجمه الكبير وسعره اللي نوعا ما اغلى من سعر كروت ال تي اكس 2060 سوبر العاديه فاذا كنت تدور على كرت 2060 سوبر فانصح بهذا الكرت وبس وصلنا معاكم لنهايه هذا الفيديو يا ريت تعطونا رايكم بالكرت بخانه التعليقات اسفل هذا الفيديو نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم فمان الله